السلام عليكم، عدنا للعبة هيرتستون بيتا. وطبعا مثل ما بنذكر بكل حلقة بشكل سريع، إذا عم تشاهد المقطع هلا بقى اللعبة لساتها بيتا، ولكن إذا عم تشاهده متأخر شوي تأكد إنك تروح على قناتنا، قناة الوان جنجن وان، بالبلاي ليست بالمقاطع كلها بشكل عام تشوفها على لعبة الهيرتستون الكاملة، لأنه إن شاء الله حيكون عنا سلسلة كاملة متكاملة عن هاللعبة. طبعا بالأرينا الحماس ازداد كتير، طلع لأعلى المستويات، والسبب انه نحن هلا عندنا فرصة أخيرة. إذا بنخسر بنطلع من الأرينا، وإذا ربحنا بنكمل المشوار. نتيجة 3 وينات وخسارتين. طبعا إذا ربحنا بنكون أول مرة بنوصل لهالشي، وبنذكر للمشاهدين ما يلومونا لأنه هي أول مرة بنجرب كلاس الهانتر بهاللعبة. كانت مباراة حلقات المرة الماضية والله او حلقة المرة الماضية كانت قوية. أول مرة كمان لعب ضد وورلوك بالهانتر. كروت حلوة، بس هذا ما حلو. هذا حلو كتير ضد الشامان اللي كان ضدنا المرة الماضية بتذكر. عنا رينج، عدنا نخبيه، بتكون في الأرض كتير شغلات. هذا بيجي ضد توقع الإمب اللي بيعمل إمبات كتير. اوف، من اولها من اولها ما حنلعب شيء، ما حنلعب شيء. لسه حط هاي السيكرت اذا ما اجانا كرت وسب. منيح ما كنا حاطين سيكرت، كنا زعلنا. اوه هي وقت تعمل سبيل، هي تعتبر سبيل ولا لا؟ ما بعرف، نجرب يا ترى. بس في خطر بالموضوع، في خطر بالموضوع. لا تعتبر سبيل، او يمكن لازم وقت الخصم يلعب سبيل مو احنا. كل الاحوال لسه ما عندنا كرت مهم، عنا تشارج وبس. بدنا تونت هلا بقى. على فكرة كل كروتو على الأرض هذا الوحيد المخيف، وتشارج هلا صار قوي. بدنا أركين شوت كمان والله. يلا مالتي أو أركين، مالتي أو أركين. ما في ما في ما في، معناتها حنلعب هذا الكرت، نطلع أربعة و خيارات 3-1. وهون حرام استعمل هي على حرام. أركين، أعطينا أركين، هات أركين. أركين مو أركين. طيب خلص، معناتها 1-3. كمان 1 وانت بتشوفوا قديش بايدنا كروت، قديش بايده كروت، بس هو ضاغط. بس هذا الحكي اذا قدرنا نسيطر عليه بنربح اللعبة. ديسكارد، راح كارت من ايده. شو هو تبع الامب؟ منيح هذا الكارت كثير قوي للعبة، بس بيروح له كارت. هلا لا لازم نفضي الارض. هات مالتي، ما في مالتي، المالتي شوت لنرتاح. 3 دمج نخلص، لازم نشيلها والله. حلعب هاد هيك، شوف شو حساوي. حلعب هاد هيك وحاستعمل الكوين، استعمل السيكرت. نشوف خير، يلعب كرت 4 بروق انا، تحول لانسان سعيد. تلتاش تعطي، ما عاد فيني اكتر من هيك. لايف تاب مشان ياخد كروت. شو نزل؟
شو نزل؟ شو الكرت؟ خايف ينزله، يمكن خايف من السيكرت. حلو راح. يلا سلام. ولعب بشارج كمان. ضغط قوي. مالتي شوت. أربعة بس شو نلعب بعد المالتي شوت إذا روحنا اثنين. هلا هاد بيروح النصاني بس في عنده ثلاثة دامج. والله ما عنا غير هيك نلعب. ما عنا غير هيك نلعب. مشكلتنا الوحيدة ما عم يجينا كروت تونت. ما بعرف وين كروت التونت يا شباب. كروت التونت وين؟ كل هدول كروت تونت يعني. أنا بردت ها. دفى شوي دفى شوي لأنه كتير برد. في كروت تونت ثلاثة هلا دمج بإيده. بس حتصير طاقتنا 8 إذا فات علينا. أتوقع يروح الكرت اللي بالأرض ما يفوت علينا. ما بعرف. كرت تونت رجاءً. عم بفكر يفوت علي ولا يفوت على الكرت. هي اللي عم بفكر فيه. أنا هيك متوقع. قرر يفوت علي. ستات شو هالكرت الحلو هاد. شو هالكرت الحلو. تقضي 8. اجانا اول كرت تونت بالعالم. بس نشوف شو نلعب معه. حنلعبه طبعا هاد الكرت. ما في غير ننزل التايجر هاد. هذا بعد عناء يعني. كمان لايف تاب ينزل كروت. سوح لي كرت. حينزل شي من ايده؟ شو حتنزل من ايدك؟ داستينجو. كمان؟ ثلاث كروت. هذا المرلوكات صح؟ اجانا كرت هيل. منيح كرت الهيل بس ما فينا نستعمله هلا. لازم نهجم. أربعة و هاد لازم شيله. إذا بإيده مرلوك تاني بيزعجنا كتير. هاي أركين شوت وهي سايلنس. نخلص من هذا القوي كتير حتى لو نموت يعني. ما فينا ناكل ضرب. هي أربعة طاقة حناح بس. فات علي بثلاث. لايف تاب. ما في غير بياخد كروت. بياخد كروت. شو هو الكرت الجاي؟ إن شاء الله ما يكون شيء مدمر. بدنا تونت. سايلنس ما بيأثر. تونت. تونت. مورلوك جديد. تونت او اركين. مالتي شوت بدنا. صار مالتي شوت. تونت مالتي شوت. تونت ما في. ما في غير ننزل هدول اثنين. نعجق الارض شوي. هاي هيل. وهي هيك لهات. وشو نضرب له؟ نضرب له هاد. أربعة وثلاثة سبعة واحد ثمانية. حيصير طاقتي واحد يا شباب. فيني قلت له شيء. فيني قلت له هاد. منيح منيح. خففنا شوية دمج. طاقتي حتصير اثنين. إذا بإيده شيء ضربة كمان شادو بولت بموت أو هيك شيء شغلة. هو عم يبحث عنا. أربعة خمسة تسعة خلصة. ويل بلايد. طلعنا. طلعنا من الأرينا. طلعنا من الأرينا. أخ 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 على الضرب اللي أكلناه. قوي. ضرب قوي. وداعا أيها الهنتر. والله حاولنا. ويل بلايد فعلا لاعب قوي جدا جدا جدا.
وانتهينا بالثلاث وينات. تعالوا نشوف المفتاح شو مخبي لنا، هل هي جائزة قوية ولا جائزة ضعيفة؟ ثلاث شغلات. Soul of Forest give your minion the strike. اثنين اثنين شجر منيحة هاي. درويد ولا عامة؟ باك 35 جولد، حلوين 35 جولد عشان نقدر نعمل ارينا اكثر واكثر. تعالوا نروح بقى على الاوبن باك نفجر الباكج اللي طلع لنا هلا. ان شاء الله تخيلوا يطلع لنا كارت ليجندري، هلا ولا مره شفناه. اول كارت طفنا سميح، هذا الكارت بريست. ثاني كارت هذا اللي هلا كان معنا فيه، هذا مهم للشامان. رير افتر يو كاست ذا، هذا الكارت شفناه باحد الحلقات، حلو لكل الكلاسات كمان. ايبك اول كارت ايبك يجينا، ديستروي مورلوك اند جين بلس 2 بلس 2، حلو جميل جميل جميل، تشكيله حلوه. طبعا وراي ما فيكم تشوفوا تماما، بس وراي عندنا 280 جولد، يعني فينا نعمل ارينا بس لازم نجيب فيها منيح عشان نقدر نعمل ارينا جديده. بس بكل الاحوال لانه الحلقه لساتها معنا وقت، حنفوت ارينا ونشوف، ما حنلعب، حنشوف شو حيطلع لنا، ننقي الكروت ونشوف الحلقه الجايه شو حيصير. هلا عندنا شامان وورير وورلوك، متحير شو العب بصراحه. كتير حابب جرب الوورير، بنفس الوقت انا مجرب الشامان بالعادي، بقى عندي فيه شوية خبرة، بقى مفكر اخده مشان نجرب شوف الخبرة اللي عندي بتنفع بالارينا ولا لا. تعالوا نجرب هيك، نجرب الخبرة معلش مرة واحدة، نجربها نصا شوف شو حيطلع النتيجة، شوف الكروت بقى اللي حتجينا. كاست سبل ديل 1 دامج تو كل مينيون، هلا هاي حلوة إذا في عنا دوت مات مع هيل ناخدها. جيف يور توتم بلس 2 أساسية، الناري بارتي ليدر أو هاد اثنين حلوين، بس بارتي ليدر لأنه عنا دوت مات توتم الأساسي بالعالم. هلا هون بقى تونت هيكس تونت قوي، او هاد الكروت حلو، هاد او هاد ما عنا تونت هاد، بس والله بدنا تونت. انفر كاركتر هيلت جين بلس تو اتاك، حلو هاد هيكس الأخيرة نأمن عليها. هاد انريش، هاد ما بينضرب سحورة، والله هاد حلو. وانت فيوري اوفرلورد، بس طاقة قليلة، والله ناخد وردن معلش. لايتنج بول بارتي ليدر روستراك، جعبالي يكون عندي واحد باندا. بس هون دامج وند فيوري ممكن هاد اوفرلود وان متحير، بس ما عندنا خمسات بنوب هاي اكيد. الناري التونت مع انه هاي بحبها بس بدنا تونت. الناري انا من اثنين عشر وثلاثة كتير. give a minion plus two attack this turn، هذا وحش بدنا اياه، كارت كبير.
كيف اتشيس مينيون بلس 1 هذا حلو. هذا عنا منه واحد نجيب منه كمان ولا لا؟ ما لا ما بعتقد. بدنا كروت خمسة ما عم بيجينا ليش؟ ديفاين شيلد منيح فكرة. كروت ثلاثة بلاوي صار عنا. ايرث شوك تو دامج تو راندوم الله يلا لا فيك هذا واخيرا يعني كارتين هذا كتير حلو بس لما شوف شو الفرق السبيريت تو ثلاثة سبيريت وولفز وذ دونت او هاد لا هاد وجاهز جاهز الخليط تبع الشامان خليط غريب واكثر شيء فيه ثلاثات يعني وسطي في عنا سبعات بس في عنا سبعات هذا الشيء حلو عندك ثلاثات كثير وشويه وكم شويه ستات وسبعات خليط جميل يمكن يكون كنت بتمنى لو من هي وين هي لو كان لايتنج ستورم عندنا منها واحده ثانيه بس ما اجانا غير واحده بس ما علي شيء خليط جميل اتوقع انه خليط جميل يعني قولوا لنا شو رايكم بالخليط برايكم قديش تتوقعوا قديش ممكن نجيب فيه ونات بهذا الخليط يعني مثل ما كنا بنحكي بالعاده هي السلسله معتمده على تفاعل المشاهدين ما تنسوا تنزلوا تحت سبسكرايب اشتراك لايك مفضل تلحقونا على روابط فيسبوك تويتر جوجل بلس تويتش تي في وانستغرام كل روابط مكتوبه على طرف الشاشه او مكتوبه تحت بالديسكربشن كمان اذا عم تشوفونا باليوتيوب هذا كان كل شيء اليوم كان معكم عمر اول جنجن 1 ومع السلامه.